بتتذكروا الكتب اللي كانت بتنباع على الأرصفة وتأكد لك إنك حتتعلم أي لغة أجنبية بخمسة أيام؟ جربت هالخمسة أيام وتعلمت لغة تانية؟ بعد موجات اللجوء الكبيرة بالسنوات العشر الماضية وخصوصاً لتركيا، كانت اللغة العائق الأول للاندماج. في ناس قدرت بفترة وجيزة إنها تتقن اللغة، وفي ناس اكتفت بهوش جالدنز، تشوك شكر، إيجيم، وقفت لهون. تعلم لغة البلد اللي عايش فيه بيختصر مسافات وبينهي معاناة. اللغة التركية فيها مصطلحات كتيرة مشتركة مع اللغة العربية، وبيخليك تفهم حياة البلد والأتراك وتساعدك على كتير أمور. على فكرة اللغة التركية من أكثر اللغات تحدثاً، وبترجع جذورها وأساسها إلى آسيا الوسطى. عثر على نقوش ومخطوطات كتبت بهذه اللغة وقدر عمرها بحوالي 1300 سنة، وطبعاً مع امتداد مساحة الدولة العثمانية انتشرت معها اللغة التركية، ولحتى اليوم ببعض الدول العربية يلي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية في بعض الكلمات التركية صارت جزء من اللهجة المحلية. بعام 1927 تغيرت الأبجدية التركية من الحرف العربي إلى اللاتيني، وعراب هذا التحول كمال أتاتورك. اللغة التركية في ناس بتستصعبها وناس بتستسهلها. الناس اللي أتقنت اللغة التركية، وعن سؤالنا عن سر الإتقان اللغوي، قالوا إنه الاحتكاك مع أولاد البلد الأتراك والتواصل اليومي معهم ساعد بتعلم اللغة بشكل كبير، وما اعتمدوا على كورسات أو معاهد. وفي ناس اعتمدت الدورات المتخصصة بتعليم اللغة، بس الأغلب ما حدا اعتمد كتب تعلم اللغة التركية في خمسة أيام. بالنتيجة تعلم اللغة التركية مهم لتجتاز كل المشاكل اللي ممكن تواجهك وتخليك تعرف تماماً أنت وين رايح وأنت شو بدك. حتى ضمن الولايات التركية في لهجات بتختلف من مدينة لأخرى، وطبعاً ما حدا في يكشف هذا الاختلاف غير التركي ابن البلد. المهم لو حكينا عن تعلم اللغة التركية، كيف فينا نتقن اللغة، ومين اللي بيساعدنا بهذا الشيء، وشو هي القاعدة اللي بنعتمدها لحتى نتعلم اللغة التركية. وبالأخير تذكروا أن اللغة التركية مو بس نصلصن وبترد عليه ييم تشوك شكر، وبتفكر حالك أنك ختمت المحادثة. القصة أهم وأكبر بكتير، نحن واللغة التركية، مين حيستوعب التاني؟ لبرنامج هلا اسطنبول.